السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عندي برج مثلا وكذا دور، وعايز أرسم دور وأخليه يتكرر. خليني أقول له نيو وأقول له إن أنا هشتغل على المتريك. أوكي، ندخل على الإليفيشن عشان نظبط الليفلات بتاعتنا أهوت. ممكن نستخدم مثلا أمر زي أمر أري وأقول له إن إحنا عايزينه مثلا 10 مرات، واقول له من هنا خلاص ظبطها. ولو انت حابب ممكن تعلم عليهم كده وتقول له ايه ان جروب. وهاجي هنا من الفيو واقول له ان انا عايز بلان فيو ليهم كلهم. اوكي، هدخل بقى في ليفل 1 وابدا ارسم بعض الشغل، وليكن مثلا وول اهوت، ونقول له مثلا من هنا لهنا. ممكن ترسم مثلا دورس لو انت حابب، وخلينا نرسم فلور مثلا من هنا لهنا اهو. اوكي، هتأكد بس ان الحوايط معمولة لحد الدور التاني تمام بالشكل دوت. طيب ممكن بعد كده تعمل سيليكت عليهم كلهم تمام، وتروح بعد كده رايح لكوبي واقول له align to select level، وتروح مختارهم كلهم ما عدا طبعا ليفل 1. اوكي، تعال نروح بقى لل 3D، هتلاقي اتعمل اهو في ثواني. طبعا هيبقى في تعديلات، هدي مثال يعني، اكيد مش هتبقى الباب كده يعني.